تنطلق اليوم النسخة الأولى من دور أبطال أسيا الثاني عبر منافسات دور المجموعات لمشاركة 32 فريقاً تمثل 23 اتحاداً وطنياً، وستكون المنافسة على أشدها من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية عبر 8 مجموعات مقسمة بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق، حيث تقام مباريات دور المجموعات بنظام الدور المجزأ من مرحلتي الذهاب والإياب خلال الفترة من 17 من سبتمبر وحتى 5 من ديسمبر. ويعتبر دوري أبطال أسيا البطولة الأكبر من حيث عدد الفرق في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأسيوي لكرة القدم، حيث تشهد البطولة مشاركة 14 نادياً لأول مرة في البطولة. وتنطلق الجولة الافتتاحية في العاصمة الأردنية عمان، حيث يلتقي الوحدات مع فولاد سبهان الإيراني على استاد عمان الدولي. وسبق للوحدات أن بلغ قبل نهائي البطولة القارية 3 مرات، في حين أن منافسيه يشاركون لأول مرة في هذه البطولة، ويدخل فولاد سبهان هذه المواجهة كبطل الكأس المحلي كما كان وصيفاً في دور أبطال أسيا عام 2007. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور 16 الذي تقام مبارياته في شهر فبراير 2025. يتبع ذلك مباريات دور الثمانية في شهر مارس 2025، ومن ثم الدور قبل النهائي في إبريل 2025، قبل أن تتوج البطولة بنهائي من مباراة واحدة يوم 17 من مايو 2025 بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي.